مساء الخير يا جماعة، هنبدأ دلوقتي الأسبوع الرابع. هناخد المحاضرة الأولى في الأسبوع الرابع، مادة التحليل الفني. برضو لسه ما زلنا بنتعرف على اتجاهات الأسهم وتأثيرها، أو بمعنى أصح الاستراتيجيات الملائمة ليها. بعد كده هنتعرف، لسه برضو شغالين في الفصل الرابع، احنا مش هناخد اكتر من رابع ان شاء الله. يعني عايزاك هنا في الفصل ده تبدا تتعرف على بعض من المصطلحات اللي لازم كتكنيشن او دارس للتحليل الفني تبقى عارفها بصفه اساسيه. عندي هنا مستوى الدعم، هو السبورت ليفل. ده مستوى دعم بيبدا يدعموا فيه حركه السعر، بيبدا المشترين يخشوا فيه. يعني بمعنى اصح مستوى الدعم ده هو خاص بالمشتري، بيبدا يشتري فبيدعم السعر الى ان يرتفع، ومن هنا جت كلمه الدعم. عايزاك تعرفوا لي بس ان هو يخص البائع ولا المشتري، هنا بيخص المشتري. وتحفظي الترانسليشن بتاعته، السبورت ليفل. بعد كده بالنسبه لمستوى القمه ريزيستنس ليفل، فبيبدا ان هو يتكلم على اساس ان البائعين دلوقتي بداوا يبيعوا، فبدا يعمل ريزيستنس ان السعر يرتفع، فبدا السعر بينخفض. يبقى تاني مستوى الدعم خاص بالمشترين، مستوى القمه او resistant اللي هو المقاومة، سوري، يعني هو المفروض اسمه المقاومة مش القمة. الدعم والمقاومة، resistance المقاومة. اوكي، خط القناة السعرية، ال channel line. عايزة بس just translation. بعد كده بيقول لك في حاجة بقى اسمها الأنماط الانعكاسية، reversal pattern. بمعنى أصح إن الأشكال دي حضرتك مطالب إن أنت تعرف الأشكال دي إن هي بتعكس الحركة. بمعنى إذا كان السهم صاعد هيهبط، وإذا كان السهم هابط سيصعد. ومن هنا هنبدأ بس نتعرف على الأشكال. أنت غير مطالب برسمها لأن رسمها بيبقى صعب، لكن مطالب إن أنت تتعرف إيه هي الأشكال التي تؤدي إلى الانعكاس. فقال لي مثلا بالنسبة للوتد الهابط، في حاجة اسمها الوتد الهابط أو الفولينج ويدج، قاع المستدير راوندينج بوتوم، الرأس والكتفان هيد أند شولدرز، قاع الرأس والكتفين head and shoulders bottom، القمة المزدوجة double top، القاع المزدوج اللي هي double bottom. حضرتك مطالب ان انت تحفظ لي دي لان في اشكال تانية هتدل على استمرارية الشيء. فلو قلت لك ان كذا السهم ارتفع مثلا من مستوى معين الى مستوى اخر، مثلا ان هو بيرتفع من 10 جنيه مثلا الى 30 جنيه، واثناء مثلا فترة أسبوعين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة، خلينا على الأجل الطويل بشهور، وظهر شكل الوتد الهابط، أو أجيب لحضرتك شكل من دول في الامتحان لأن أنت هتتعرف على شكل، أنت مطالب تتعرف على شكلهم مش ترسمهم. فمتوقع إن إيه يحصل؟ طبيعي إن لو السهم كان صاعد هيهبط ولو هابط هيصعد، خصوصا إن أنا جبت لك الأشكال الاستمرارية شكلين بس على أساس إن تبقى عارف إن الأكتر ناحية الإيه؟ الريفرسال أو الانعكاسي. يبقى أنا عندي عرفت إن مستوى الدعم بيخص بالمشتري فبيبدأ يدعم لي السعر داخل يشتري. مستوى، سوري، دي اسمها المقاومة مش القمة، المقاومة ريزيستنس. خط القناة اللي هو الشانل لاين. بعد كده بيقول لي إن الأشكال الانعكاسية ريفرسال باترن، هتبدأ تبص على الوتد الهابط، القاع المستدير، الرأس والكتفان، قاع الرأس والكتفان، بعد كده القمة المزدوجة والقاع. اول رسمه عندي هنا في الاشكال الانعكاسيه والمهمه جدا، خلي بالك ان انا عندي هنا الهيدن شولدرز. لو جينا بصينا على الهيدن شولدرز من الاول، هتلاقي السهم محصول حاصل ان هو بيعمل ايه، بيعمل اب ترند. تمام، عمل اب ترند، بعد كده راح كسر الخط ده وطلع لفوق اهو، كون الليفت شولدر، حلو، ونزل تاني، وبعد كده بدا يصعد 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 يصعد، وبدا يعمل لي الهيد. ده اعلى سعر وصل له بيبقى الهيد، خلي بالك. بعد كده بدأ ينزل 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 وصعد تاني، عمل الشولدر. خلي بالك ان الشولدر اليمين بيبقى اقل من الشمال، وكأن هنا لما كان في اب ترند، عارف لما تكون بتزق حاجه جامد، هي اتزقت جامد طلعت لغايه اللفت وبعد كده نزلت، فهبطت او ارتاحت، لما تيجي تطلع تاني هي طلعت لغايه الهيد، وده اعلى سعر ما قدرتش تكمل عنده فراحت نازله، وبعد كده طلعت بس ما تقدرش في الرايت تبقى اعلى من الليفت، عاده الرايت بيبقى اقل. بعد كده هيروح نازل تاني، فبيقول لك بريك اوت اند ترند ريفرسال. يعني هنا كان صاعد اهو، طالما ان الهيد اند شولدرز اتكون هيبدا ان هو يهبط، هو كان صاعد يبقى هينزل، لو كان هنا كان هابط فكان نزل لي من فوق يبقى هنا كان هيصعد. بعد تكوين الشكل، يعني بعد الانتهاء من الرايت شولدر، تعرف ان هو هيكمل هبوط. تمام؟
يبقى عايزاك تحفظ البيانات اللي على الشكل دي عشان سهله. ممكن اجيب دي الهيد رايت شولدر، الليفت شولدر، النيك لاين اللي هي خط الرقبه اللي هو الواصل ما بين الليفت والرايت مرورا بالهيد. لو السهم كان صاعد اللي هيحصل له اكيد ان هو هيهبط لان ده ريفرسل، تمام. لكن رسمه انت هنا ممكن تكمل البيانات على الرسمه، لكن اي رسمه بعد كده ما اعتقدش ان الرسومات تقيله شويه صعبه، تمام. دي بص بدأ في واحدة تانية في الهيد اند شولدرز بالرسم اللي هو الطبيعي بقى، برضو كان اب ترند، بدأ يعمل لفت، بدأ يطلع، بدأ ينزل تاني، بعد كده بدأ يعمل رايت شولدر، والرايت شولدر اقل من اللفت شولدر، وبعد كده بدأ يعمل ايه البريك اوت اند، هيعمل ريفرسال اهو وينزل. طيب الانفيرس هيد اند شولدرز ده اهو كان عامل داون ترند اصلا، كان نازل وعمل ليفت شولدر وبعد كده راح نازل اكتر، راح عامل الهيد، فبقت ادنى حاجه هنا الهيد زي ما كانت هنا كانت اعلى حاجه، فهنا بقت ادنى نقطه. بعد كده الليفت شولدر بقى عمل لي سوري الرايت شولدر، بعد كده بدا يطلع هو عشان يعمل تريك اوت للخط بتاع النيك لاين ان هو يكسر الخط ده. طالما هنا كان هابط وهيعمل هنا ريفرسل هيعكس اتجاهي يبقى هيصعد، تمام. الفولينج ويدج او الوتد الهابط، بص هتلاقي ان انا عندي هنا السهم كان بينزل اهو، هو كان نازل هيبدا ينزل كانه واخد الاتجاه الهابط، هو شكل الاتجاه الهابط، خلي بالك الهاير اهي بتقل واللوز بتاعته اهي بتقل برضو كانه سلم نازل، تمام. هتلاقي عندك هنا بدا يعمل بقى اهو، دخل الناس تشتري فبداوا انهم يقوموا هبوط السعر. طيب فقال لك ان انا عندي هينعكس ويعلى، تمام. ده الفولينج ويدج. اللي يهمني انك تعرف ان الفولينج ويدج هو شكل عاكس للاتجاه، تمام. مش هترسمه، يقدر يجي لك في صح وغلط، يقدر يجي لك في اكمل، لكن ما يجي لكش رسم. هيدن شولدرز ممكن يجي لك رسم لانه سهل، لكن او تكمل كمان بيانات على الرسم يعني. بعد كده بص يا سيدي بالنسبه للفولينج ويدج برضو، لما بيتكلموا هنا على السيلفر الفضه، بص هو كان صاعد، تمام، وبدا ان هو اهو بي 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 بيصعد ويهبط ويصعد ويهبط ويصعد ويهبط، بيكون لي وتد اهو. الوتد ده اللي هو عامل زي المثلث ده كده، تمام. وبعد كده اهو كان بينزل، لما بدا يكون الشكل هو كان بينزل فبدا يكسر الخط ده الاحمر ده وبدا يطلع بقى. برضو اللي يهمني ان انت تعرف انه عاكس. بعد كده عندي ده البوتوم اللي هو القاع المستدير، ده القاع المستدير، تمام، راوندنج بوتوم ده برضو اهو. السهم كان نازل فهتبدا ينزل 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 فكون القاع ده تحت، وكأن الرسمه كلها اصبحت قاع. يعني خلي بالك الرسمه مفيش حاجه فوق غير ان هو يدوب نزل بس من فوق، فبدات تبقى كلها قاع. وبعد كده هيبدا يعمل بريك اوت ان هو يكسر الخط اللي هو التوركواز ده ويبدا يطلع يعمل بريك اوت فيعلى السهم تاني. اوكي ده القاع المستدير. وبرده اللي يهمني هنا ان انت تعرف انه عاكس للاتجاه. طيب بعد كده بيقول لي دبل توب اند دبل بوتوم، ادي الدبل توب وادي الدبل بوتوم. وفي خلي بالك الترابل بوتوم برضو، يعني في دبل توب وفي دبل بوتوم، ده هنروح عاكسين الشكل ده ويبقى في ترابل بوتوم كمان، يعني في دبل بوتوم وفي ترابل بوتوم. دي مش غلط، دي مش غلطه. هنا ده كان بيعمل في الدبل بوتوم، كان بيصعد راح مكون قمتين وبعد كده هيكسر الخط ده وينزل يعمل ريفرسل، فبدل ما كان صاعد هيبقى هابط. طيب ده كان هابط بدا يكون الترابل بوتوم، واحد اتنين تلاتة، وهيبدأ يعمل ريفرسل يعمل بريك اوت هنا ويبدأ ان هو يطلع بعد ما كان بيهبط. برضو اللي يهمني ان انت تعرف الاشكال العاكسة للاتجاه اسما والرسم فقط، عليك الهيدن شولدرز ان انت تحط البيانات عليه وتعرف ايه بيعمل ايه، يعني ايه اللي بيعكس وايه اللي شكرا كده المحاضرة برضو دي تكون انتهت، وميرسي جدا. محاضرتين شكرا، ميرسي جدا بصراحة، أسفة على التسجيل.